طيب خلينا نتخيل هلأ قدم الله يكفيكم الشر صار فيها التواء أو صار فيها كسر، وزن جسمك أو وزن جسمك وين عم يروح بالكلية؟ 100% على الرجل الثانية السليمة، عم تستخدمي له عكازة لحتى تساعديه. طيب بعد فترة صار في عندي استشفاء بالحالة، هل وزن الجسم توزع 50% 50 ب50؟ مستحيل، لأنه الجسم بآلية التعويض الداخلية بيشيل الوزن عن القسم المصاب وبيحطه على القسم السليم لحتى يحمل معه، وبالتالي بيصير في عندي أوفرلود على القسم السليم، ومن هون بتنشأ مشاكل الأقدام في الأقدام السليمة اللي بعمرها أساساً ما تعرضت إلى إصابات، وبصير فيها انحرافات في الكاحل، بصير فيها هبوط في قوس القدم، بصير فيها مشاكل مكتسبة نتيجة توزيع وزن الجسم بطريقة خاطئة. مشان هيك أنا بقول دايما لما بصير في عندك إصابة دير بالك بعد الإصابة على موضوع ضبط التوازن الحركي، لأنه من أهم الأمور عشان ما ترجع عليك المشكلة.